بسم الله الرحمن الرحيم. التجربة الأولى لل منتل راي، فرق بين منتل راي والرندرمان. خلنا نشوف، نسوي سفير، في فرق الحين نشوفه. صغرنا هذا، اعطيناه سموث. خلنا بعد نصغر. اوكي، اوكي الحين اذا عملنا رندر هذا مايا سوفت وير. اوكي نحاول منتل راي، لاحظ، خلنا نعمل زوم بعد شوية. اوكي خلنا نعطيه شوية كواليتي افضل، نخليه على البرودكشن. اوكي هذا البرودكشن، خزنها. الحين خلنا ناخذ رندر مان، نعمل رندر. اوكي الرندر مار ما جست في شيء، انا ما سويت له اي سيتنج. شوف الفرق هني، الرندر مان 3 ثواني، منتل راي 4 ثواني. ولو نلاحظ، شوف الفرق بالحواف، حواف الكرة، هذا منتل راي، هذا من رندر مان، منتل راي رندر مان. نلاحظ الكرة في فرق كبير. اوكي خلينا نحط رندر مان، خلينا نسوي، انا الحين ما عرفت العدل رندر مان، بس قاعد نحاول. خلينا نعطيه راي تريس. اوكي راي تريس ثانيتين، ليش؟ لأن في الظاهر كاش، يحط كاش عنده بالميموري اللقطة اللي ماخذها، فتلقى الرندر الأولي ثقيل، الثاني أسهل. نشوف الفرق، هذا المنتل راي وهذا الرندر مان. هذه للحين يعني تجربة أولى.